تم استئناف الاستماع المتهمين الباقي المتهمين، وإلى بقى على حسب البلانينغ ديال المحكمة إلى هي كان في مقدورها الاستماع المتهمين الأجانب، فغادي تحضر المترجم اللي غادي تولى الترجمة ديال الاستنطاقات والأسئلة اللي غادي توجه من جميع الأطراف سواء من النيابة العامة أو من الدفاع. حاليا غرفة الجنايات في قاعة 8 اقتربت من إنهاء هذه الملف، والآن استمعت تقريبا أكثر من نصف المتهمين وأخرت القضية لاستكمال مناقشة المتهمين وطرح الأسئلة عليهم فيما يخص تهم المجاهرين يوم الخميس. وفي نظري إلى حد الآن جرائم التزوير المنصوص عليها في قرار الإحالة والمعدل من طرف يعني غرفة الجنايات